معانا على التليفون واحد طبعا من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي، كابتن بدر رجب. مساء الفل عليك يا كابتن بدر، اخبار حضرتك ايه؟ استاذ احمد اخبارك يا حبيبي؟ طمني عليك وتحياتي ليك، وسعيد بتواجدي معاك. انا اسعد بحضرتك وبخير دايما طول ما حضرتك بخير. اكيد تابعت مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه الماضيه امام الترجي، وفوز مريح جدا جدا بيسهل المشوار في مباراه العوده. شفت اللقاء ازاي؟ خليني اقول لك الاول ان احيي كولر واحيي مجلس اداره النادي الاهلي، ان هم كانوا موفقين جدا في اختيار كولر لمرحله حرجه جدا تاريخ النادي الاهلي، وهي مرحله تكوين فريق لحصد بطولات قادمه في السنوات القادمه. خليني اقول لك التعامل مع المباراه بالنسبه لي انا كمدرب وكمشجع، كمشجع كنت حزين جدا في ماتش سان داونز، وده اللي اتعلم منه كولر. خلينا اكلمك كمدرب، المباراه اللي فاتت دي مباراه تعليميه للمدربين ولكل محب كره القدم، لان كولر قدر يتعامل مع المباراه على حسب اهميه المباراه، ان هي مش مباراه كاس، مباراه واحده، مباراه منشوطين. بالتالي كان المباراه بدايه من اختياره للتشكيل الانسب، احسن تشكيل بدا به مباراه سواء في الدوري العام او في بطوله افريقيا. طريقه اللعب والاسلوب والنظام اللي لعب بيه محكم جدا، ادان للنادي الاهلي السيطره والتحكم في المباراه خلال 90 دقيقه. اللعيبه والروح القتاليه اللي كانوا بيلعبوا بيها في تونس، المكسب المريح اللي قدر من خلال الجمل التكتيكيه اللي كان بيعملها والهجمات اللي كانت شرسه جدا اللي كان بيعملها قدر يكسب 3-0. بالتالي مباراه متكامله من كل الوجوه، فيها احترافيه التعامل من المدرب ومن اللاعبين. كابتن بدر، فعلا يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، وهي الخسارة أمام سان داونز بخماسية، وأنت طبعا كواحد أهلاوي أكيد كنت زعلان من هذه الهزيمة، لكن تحس إن هي كانت نقطة تحول اتعلم منها كتير قوي مارسيل كولر في التعامل مع المباريات الإفريقية، تتفق معايا ولا لأ؟ أكيد بتفق معاك، لأن كولر مدرب كبير وعنده بطولات كبيرة واسم كبير في عالم التدريب، بالتالي الخبرات الفشل والنجاح تؤدي الى تراكم الخبرات. هو فشل في سان داونز، وبعد كده بقى عنده خبرات في التعامل مع المباريات الافريقيه، بالتالي دي نجاح المدرب، ان هو في فتره قصيره قدر يتاقلم، وخبراته كبيره جدا من خلال التجارب الفشل والنجاح اللي عملها قبل كده، وحتى لما كان في افريقيا وفشل مع سان داونز، بالتالي دي ادته خبرات كبيره جدا ان هو يقدر يتعامل في خلال المباريات القادمه. بالتالي هو كل المباريات اللي لعبها بعد كده، كل مباراه لها سيستم، كل مباراه ليها نظام لعب، كل مباراه ليها رجالتها. مش معنى ان انت اساسي ما انت هتلعب المباراه دي، ودي قمه النجاح لكولر، كيفيه التعامل مع اللاعبين الموجودين معاه. انت بتتعامل مع نجوم كبيره بتلعب منتخب مصر وتمثل النادي الاهلي وليها باع كبير جدا في النادي، بالتالي مش معنى كده ان انت هتبقى اساسي او هتبقى احتياطي. البقاء للافضل والاحسن وحسب اهميه المباراه وظروف المباراه، بالتالي ممكن تلاقي كل مباراه ليها تشكيل، وده مش عيب على فكره. هاخد يعني من كلامك ده كابتن، هاخد من كلامك ده كابتن بدر طبعا من غير مقاطعه حضرتك، وهسالك على رجاله المباراه اللي جايه زي ما انت وصفتها، او التشكيل المتوقع للمباراه الجايه. كان في خبر بقراه قبل ما تكون معايا على التليفون ان هيبقى في تعديلات كتيره متوقعه في التشكيله الاساسيه، هل انت شايف ان ده الانسب، ولا يلعب برضه بنفس التشكيل الاساسي، ولا ممكن تقول ان خلاص يعني الاهلي ضمن بنسبه كبيره التاهل، فبالتالي يديله مساحه للتغيير والتعديل في التشكيل؟ خليني معاك يا استاذ احمد، ان كره القدم كره مدوره وليس لها ثوابت. صحيح. خليني اقول لك المباراه تقراها بلغه المدربين، يعني المباراه مش سهله، لان انت هتلاعب فريق مش باقي على حاجه، خسران في ملعبه 3، بالتالي هيجي عايز يعمل اي حاجه عشان يكسبك، فهيهاجم بكل خطوطه. ده شيء متوقع جدا جدا عشان يعوض فرق الثلاث اهداف. الحنكه من كولر ان هو كيفيه التعامل مع المباراه رجاله بقى في التوقيت ده، اللي هو مثلا هيعتمد ان هو يمسك كرة في نص الملعب ويزود نص الملعب، فيبقى عنده السيطره والتحكم ويقدر يدير المباراه من خلال ان هو يبقى الكوره معاك الاستحواذ، يديك الافضليه وان انت ما تفقدش الكوره عشان ما يهاجمكش. خطوره الترجي التونسي، الكور الثابته دي جرينات، ان هم عندهم اطوال كبيره جدا، بيحتكوا جدا جوه ال 18. الماتش اللي فات خدوا كورتين 3 كانوا ممكن يبقوا اهداف. بالتالي هو هيختار الانسب لتاديه المباراه، مش معنى ان هو هيغير يبقى دول اللي كانوا هناك هم اللي هيلعبوا، لا ما افتكرش. مفهوم. اكيد المباراه دي ليها حسابات اخرى، لان انت هتلاعب فريق
هويته انه يكسبك بس، ما عندوش حاجه تاني عشان يعدي الدور. صحيح. بالتالي المباراه صعبه جدا جدا جدا، واعتقد خبرات لعيبه النادي الاهلي وكولر هتحسم اللقاء ان شاء الله للنادي الاهلي. النتيجه مريحه لكن النتيجه خادعه. فريق الترجي التونسي فريق لا يستهان به، فريق قوي جدا جدا جدا، يمتلك عناصر قويه جدا، كان عنده لاعيبه ممكن تلعب بس مش في الوضعيه الحاليه يا كابتن بدر. يعني الترجي طبعا اسم لا خلاف وكلنا نكن له كل التقدير والاحترام، لكن الوقت الحالي اعتقد ان الترجي في اسوء حالاته، كمان استقال نبيل معلول زي ما سمعنا طبعا من ساعات، فاعتقد يعني الموضوع ممكن نقول اسهل نسبيا على النادي الاهلي. خليني اقول لك، مش انا 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 في السهوله ضد السهوله بصراحه. تمام. كل مباراة لها ظروفها، ما تضمنش ايه اللي بيحصل، ما تضمنش ظروف المباراة على حسب حالة اللاعبين. لكن خليني اقول لك، اما كان الاهلي في موقف مش زي دلوقتي، موقفه دلوقتي قوي جدا، عنده في التيم على مستوى عالي جدا، بيأدي مباريات بصرامة في كل المباريات اللي بيلعبها، عنده اصرار وعنده عزيمة انه يكسب. لكن خليني اقول لك، الاسد يمرض ولا يموت. الفرق الكبيرة دي يا كابتن احمد ممكن في اي وقت ترجع. أنا مش عايز استسهل المباراه، ان ده انت تخيل انت اما تبقى اسد مجروح. مفهوم. حققت بكل ما تملك، فانا بقلق جدا من المباريات اللي هي بتبقى مريحه 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 مريحه. لا مش مريحه. تمام. انا بالنسبه لي المباراه غير مريحه بالمره. احنا محتاجين ناكد الفوز على الترجي. ناكد الفوز، انا اعني ما اقول، ناكد الفوز على الترجي بحيث ان احنا نرهب الفريق اللي جاي لنا بعد كده، ان انت هتلاعب فريق قوي الا وهو النادي الاهلي سيد افريقيا. طيب كابتن بدر، هل كولر ممكن يفكر في اللعيبه اللي عندها انذارات ان هو ما يدفعش بيها في المباراه اللي جايه، ويكون بيفكر من دلوقتي في النهائي علشان يحافظ عليهم، ولا مش هيعمل لده اعتبار او حساب؟ اكيد 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 لازم احافظ على لعيبتي اللي هقدر اشكل بيها المباراه القادمه ان شاء الله يعدي الدور ده، لكن الحسابات هتبقى مختلفه لكولر، لان كولر دلوقتي حط ايديه على نقاط القوه والضعف، وامتى يلعب ده وامتى ما يلعبش ده. لكن الانذارات هتتحكم فيه ليه؟ لان في لعيب مثلا زي نبيل معلول، علي معلول، ما تقدرش علي معلول سوري ما تقدرش تستغنى عنه. فبالتالي لو عنده انذار ممكن ما يلعبش المباراه دي، لانه ممكن تخسروا المباراه اللي جايه في النهائي ان شاء الله. صحيح. هتبقى في حسابات، عاده المدرب بيبقى عنده كذا سيناريو للمباراه، سواء هو كسبان سواء هو خسران، لكن انت اللي هيديك الاريحيه ان انت كسبان الماتش هناك 3، بالتالي هيبقى عندك اختيارات انسب واختيارات موضوعيه لخوض المباراه القادمه. كابتن بدر، اخيرا يعني تابعت مباراه الامس على الاقل النتيجه ما بين الوداد وسان داونز والتعادل السلبي ما بين الفريقين، يعني هنفترض ان شاء الله السيناريو الجيد والفأل الخير ان شاء الله ان الاهلي هيصل للمباراه النهائيه، تحب تواجه مين؟ هل تواجه الوداد اللي كان سبب في يعني نزع اللقب من النادي الاهلي في النسخه الماضيه، ولا سان داونز اللي ايضا كان ليه فوز مؤثر على الاهلي في دور المجموعات 5-2؟ لا، هو الواضح من خلال المباراه اللي فاتت اكيد سان داونز هيعدي الدور، الملعب في ملعبه. انا بتمنى اقابل سان داونز. تتمنى تقابل لينا طار عندهم؟ ايه اسبابك؟ لينا طار عندهم، لينا طار عندهم، ولعيبه النادي الاهلي اتولدت وعاشت ازاي تبقى بطل، وتكوين البطل ده ما بيجيش من الكبر. تكوين البطل ده ما بيجيش من الكبر، حتى في اختيارات النادي الاهلي ممكن ما يختارش لعيب سوبر السوبر، لكن يبقى سوبر سوبر في مكانه، سوبر في اخلاصه في اصراره وفي عزيمته، ده سر نجاح اداره النادي الاهلي، وسر الاختيارات السليمه اللي هي تناسب لعيبتك. ممكن تجيب لعيب، تجيب مارادونا، ما يناسبش اسلوب لعبك ولا يناسب السلوكيات اللي موجوده في النادي الاهلي. بالتالي الاختيارات الانسب للنادي الاهلي اللي بيختارها خلال مسيرته اختيارات ناجحه جدا. اعتقد ان الماتش اللي جاي ده ان شاء الله نعدي الدور، وكل مقام من مقام بعد كده نفكر في سان داونز، نشوف نقاط القوه والضعف قابلناهم قبل كده في كذا بطوله افريقيه. بالتالي فريق مكشوف لكل العالم، لكن اللي هيحكم هيبقى ظروف المباراه وظروف وشكل اللاعبين اثناء المباراه. تمام. كابتن بدر رجب طبعا نجم نادي الاهلي السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واكيد نتمنى التوفيق لممثل الاهلي الوحيد والمتبقي حاليا في البطولات الافريقيه في المباراه اللي جايه، وان شاء الله في المباراه النهائيه.